هنتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم بقى على development of the digestive system. digestive system هنبدأ الكلام فيه من المقدمة سريعة. انا زي ما قلت لك ان كان في عندنا تيوب اللي هي digestive tube او بنسميها جت، والجت دي انبوبة بطول الجسم، فتحة من قدام وفتحة من قدام. الفتحة اللي قدام دي اتقفلت بممبرين بنسميه اورال ممبرين من قدام، واتقفلت من ورا بالكلواكال ممبرين. الديبريشن القداماني او الانتيرير ديبريشن بنقول عليها ايه؟ بنقول عليه نهوت اهو الممبرين نفسه، بنقول عليه اللي هو الاورال ممبرين. الديبريشن بنسميه استوموديوم. ونيجي من ورا التيوب بتاع الجط اهي، برضو نفس الكلام، هنا بنسميها ايه؟ كلواكا الممبرين. طب الديبريشن اللي على الممبرين بنسميه بروكتوديوم. بقى انت عندك في ديبريشن قدام ديبريشن ورا، اللي قدامنا اسمه استوموديوم اللي هو هيدي الماوس والماوس كافيتي، والبروكتوديوم هيحصل له برضه رابتشر للمرين ويعمل جزء من الانس او الانر. يبقى اذا تيوب مفتوح اتفتحت بقى، كانت مقفوله، وهنا النقطه الوحيده اللي بيحصل فيها التقاء الاكتودير مع الاندودير في الاورال كافيتي او الاورال ممبرين والكلواكا الممبرين اللي هو الخلف، ده اكتود اندودير اهي، ولازق فيها على طول من بره اكتودير، ونفس الكلام من قدام، مفيش ميزوديرم بينهم، ده اكتوديرم الاسود والاخضر اللي جه وراه على طول اندوديرم، يبقى اتحدت الاكتو مع الاندو مفيش ميزو. اما الممبرين يحصل له رابتشر، الاستوموديوم يدي اورال كافيتي او الماوس، ولما يحصل له رابتشر من ورا يبقى هنا الانس. ولذلك احنا في عندنا حالات في البورن انيمال هو ساعات كده ما لهوش فتحه انس خالص، احنا بنعملها له سيرجيكال. الجت عموما اهي دي اليوكساك والالانتويس، يفتحوا في الجت باليوكستوك الجزء اللي قصاده بالظبط بنسميها ميد جت. طب الجزء القداماني فور جت والجزء الخلفي هاي اند جت، يبقى الجت عباره عن ثلاث تيجي، فور جت ميد جت هاي اند جت. الفور جت مفتوحه على الاستوموديوم اللي هو حد الماوس، والهاي اند جت مفتوحه كودالي على الانال كنال او الانس. اول جزء بعد الماوس اللي بنسميها من الفورجات هنقول عليه فارينجيال باوشز، اللي هو ده ايه دي؟ يبقى الفارينجيال باوشز او ده اول جزء بالفارينكس من الفورجات، عباره عن ايه؟ بتعمل خمسه باوش من واحد لخمسه، خد بالك. اول باوش ده هيدي ايه؟ هيدي الادهو اوديتري تيوب والتمبانيك كافيتي اللي هي القناه السماويه والستوكيون تيوب. الباوش الثاني هيدي استراكشر اسمه تونسيلار فوس. الثالث والرابع لوحه دورسال بار الاحمر ده وفنترال بار. الدورسال بار هيدي دورسال بار اوف باراثايرويد، فنترال بارت اوف باراثايرويد. يبقى اذا الباراثايرويد بيطلع منين؟ من الدورسال بارت اوف ثيرد اند فورث فارينجيال باوش. طب والفنترال؟ ادي فنترال بارت وادي فنترال بارت. الفنترال بارت بتاع الاثنين هيعملوا الثايموس. الخامس ده بيدي ستراكشر انسيجنيفيكانس اسمه التيمو برونكيال ار. التيمو برونكيال ار من الفلور بتاع الفارينكس او الفارينجر اهو، اوبوزيت او بتوين الفيرس والسكن بتطلع مين؟ الثيرويد جلاند. يبقى ما اقول لك ايه البريموردي بتطلع منين الثيرويد جلاند او البريموردي اوف ثيرويد جلاند؟ من الفلور اوف ذا فارينج بتوين ايه؟ الفيرست اند سكند فارينجيال ار. طب السايموس بتطلع من الفنترال بارت
the third and fourth pharyngeal pouch. بتاخد بالك من الكلام. طيب يبقى احنا عرفنا اول حاجه من الفورجات هي الفرنجيال باوش. طبعا الكافيتي بتاع الفرنجيال او هيعمل بيرمننت فرنجيال كافيتي اللي احنا بنشوفه المشرح. عندنا ديفلوبمنت اوف ذا تانج. التانج ده هيطلع ازاي؟ في ميوكس ممبرين وفي ماسل. الميوكس ممبرين بتاعته اللي هو هنتكلم على الميوكس ممبرين اوف ذا تانج بتاع الانتيريور ثير يطلع. في بقى ارش بتبقى اوبزيت الفرنجال بس اللي بنسميه برونكيال ارش. برونكيال ارش من واحد لاربعه. من واحد ده هيطلع سويلنج بنسميه اللاترال لينج ولا سويلنج. وقصاد الثاني الاول والثاني اهو استراكشر راوند بنسميه تيوبيركيولام امبار. يبقى في تيوبركل امبار لاترال لينجا ولا سنكتون فيرست برونكيال او الفيرست باوش. ها دي الاولاني ده اكتوديرم والباقي اندوديرم. ويطلع الكوبيلا. الكوبيلا ده منين؟ ده من الثاني والثالث والرابع. هي من الثاني اصلا وتاخد سام سيلز من الثالث والرابع. دي ايه؟ ده اندوديرم. يبقى اذا التانج عباره عن جزئين. جزء قدام اللي هو احنا بنقول عليه انتيرور تو سير. والانتيرور تو سير ده طالع من اللاترال لينجوال سويلنج ومن التوبيركولوم امبار اللي هم اصلا من الفيرست برونكيال ار. والكوبيولا ده هي اندوديرمال ان اوريجن عشان طلعت من السكند والثيرد والفورث. يبقى عندي جزء اكتوديرم قدام انتيرور تو سير والكودال سيرد بتاعه من الاندوديرم. والاثنين هتشوف بقى الكونكشن بينهم. مفيش ميزوديرم هنا خالص. الجزء الامامي هيدي الانتيريور تو سير والجزء الخلفي هيدي الكودال سيرد اللي طلع من الكوبيولا. يبقى اما اقول لك هو الكوبيولا بتدي ايه؟ كودال سيرد اوف ذا ميوكوس ميمبرين. ولذلك خد بالك احنا لما شرحنا لك في المشرحه قلنا ايه؟ ان التو سيرد بيتغذوا منين؟ اللينجوال بتاع المانديبولر والكوردة تيمباناي اللي هو جاي من الفيش. الاثنين يغذوا الانتيريور تو سير. طب والبوزيتيريور سير عشان الاوريجن بتاعه مختلف. ده اندودير هياخد من اللينجوال بتاع الجلوسوفارينج. طب الماسل مين؟ الميزودير. ما كل ماسل الجسم سكلت الماسل دائما تطلع من الميزودير. اذا كانت فيزرال ماسل فهو السبلانكنيك ميزودير او السوماتيك ميزوديرم هو اللي هيعمل كل السكيلتال ماسل اللي انت بتشرحه في المشرحه. يقوم يغذيها برضه نيرف مختلف اللي هو الهايبو جلوسال نيرف. شوف بقى كام لينج بتاع المانديبولر مع كوردة تيمباناي هيغذي الانتيريور تو سير اللي هو اصلا اكتوديرمال اوريجن من اللاترال لينجوال شويه. وبعدين اللينجوال بتاع الجلوسوفارينجيال هيغذي الكودال سيرد اللي هو اصلا اندوديرم. والهايبوجلوسال نيرف اللي هو ماسكولار اللي هو يغذي المصر اوف ذي تيب. اربعه نيرف بتخش تغذي الطعم. ده الموجز الكلام. ال بعد بقى احنا دلوقتي خدنا احنا في الفرجات خدنا الفرنجة الباوش وخدنا الطن. فاضل بقى مين؟ الجزء اللي بعد الفرنس على طول اوزوفجس. ده طبعا ما فيش فيه كلام يتقال غير ان هو الاوزوفاجاس هيطلع من الفرجات. بعد الاوزوفاجاس بيطلع ديفلوبمنت اوف ذا ستوم. ازاي اتعملت؟ هنقول برضه من الفرجات. الفرجات فين؟ اهو الحته اللي قدامنا دي اوزوفاجاس. والفرجات ممتده احنا قلنا بطول الجسم. الجزء البوست بيزيتيريال تو ذا اوزوفاجاس يحصل فيه دايليتيشن. والدايليتيشن ده بنسميها جاستريك بريمورد. يبقى اول حاجه هيحصل انتفاخ كده او اكسبانشن وبنسمي ده هي جاستريك بريمورد. خد بالك دي تيوب ماشيه بطول الجسم ليها حاجه سسبندد دورسالي وحاجه سسبندد فنتري. اللي فوق ده بنسميه دورسال اللي هو دورسال ميزنتري. يبقى الدورسال بوردر ماسك فيها الدورسال ميزنتري.
والفنترال بوردر اهي ماسك فيها فنترال ميزنتري، يبقى دي متعلقه من فوق ومتعلقه من تحت، دورسال وفنترال ميزنتري. طب بعدين حصل ايه؟ حصل ان الدورسال بوردر جروث فاستر ذان ذا فنترال وان. قال لا ده الدورسال بوردر حصل فيها ايه؟ جروث سريع جدا، فعملت كيرفتشر سميناها جريتر كيرفتشر، والفنترال بوردر ماشي على قدها انقسام ضعيف فعملت ايه؟ ليسر كيرفتشر. يبقى الدورسال بوردر جرو رابيدلي عملت جريتر كيرفتشر، والفنترال ديفايدد بس سلولي عملت ليسر كيرفتشر. بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي بعديها على طول حصل بنوع حاجه اسمها روتيشن لونجيتيودن. يعني ايه روتيشن؟ يعني اللي فوق جه تحت واللي تحت طلع فوق. جريتر كيرفتشر دورسال بقت فنترال، والليسر كيرفتشر اللي هو الفنترال بقى دورسال. خدت بالك؟ وبعدين تحصل تاني روتيشن تاني اسمه دياجونال روتيشن. بحيث ايه؟ بحيث ان الجزء الاولاني من الاستومك بقى على الليفت سايد والجزء الثاني على الرايت سايد. والدورسال ميزنتري هيدي جريتر اومنتر، والليسر هيدي ايه؟ هيدي الليسر اومنتر. قال اكيد الجريتر اومنتر ده منين؟ من الميزنتري اللي كان ماسك في الدورسال. طيب ال بعد كده يبقى الاستومك خدت النورمال بوزيشن بتاعها، يبقى البريموردية بتاعتها هي جاستريك بريموردية. من ايه؟ من فور جاد كودر تو الاوزوفاجس. بعد الاستومك على طول بعد الجاستريك بريموردية هيحصل بقى ايه؟ هيحصل لينسنج، بتزيد في الطول في الفور جاد وتعمل يوتيوب. ليها كرينيال لمب وكود اللمب، وهنا اليوكسات ما زالت كونكتد مع الجط ده، الجزء ده الميد جط. الميد جط عشان ما نطولش الكلام، الميد جط ده هوت ما فيش مديش حاجه خالص، لان هو جه يا دوبك بيبقى حاجه فيستيجوال ستراكشر، اللي هي بس لما نيجي نشرح نقول ان دي كانت فيه هنا اليوب ستوب. دي بتعمل دايفرتيكولم بنسميه ميكل دايفرتيكولم. فالميكل دايفرتيكولم ده الفيستيجوال ستراكشرز بتاع مين؟ بتاع اليوكسات واليوكستوم. اليو شيب تيوب دي في كرينيال بارت وكودر بارت. كرينيال لمب اللي قدامنا دي هتدي ايه؟ هتدي الديودينم والجيودينم والموست اوف ايليا. طب الكودر لمب هتدي الكودر لمب، هتدي جزء من الاليوم والسيكم والكولو. خدت بالك؟ والكلواكه بقى، لان الكلواكه قلنا ده من الهايند. يبقى انا بقول لك هو السيكم البريموردي بتاعه ايه؟ او ذا سيكم او ذا بريموردي او ذا سيكم از، واحط لك اختيارات، هنقول من الهايند. طب الجيوجنم فور جات، خد بالك بقى من ايه؟ من الحاجات دي. يبقى ده مين؟ عايزين بقى نقول ديفلوبمنت اوف ذا ليفر. الليفر دي طبعا احنا قلنا في جاستريك بريموردي اللي هي من الفور جات، ودي فنترال ودي دورسال. من الفنترال وول اوف ذا فور جات بيهايند ذا جاستريك بريموردي ابييرنس اوف هيباتيك دايفرتيكولوم، اللي هو دي بقى الهيباتيك دايفرتيكولوم ده اللي هيدي الليفر. هيبقى ديفرنشيتد لتو بارت، كرينيال بورشن اهو وكودال بورشن. خد بالك بقى، هنسيب بقى الكودال بورشن ونتكلم على الكرينيال بورشن. كرينيال بورشن ده هيحصل له ايه؟ هو ده كافيتي بس لايند بوان لاير اوف ذا سيل. الوان لاير اوف ذا سيلز ديت ديفايدد اند ري ديفايدد سيفرال تايمز وجيف ذا هيباتو بلاست اللي هي الخليه بتاع الكبد نفسها. ده حوالين اللوب ده هو بيبقى فيه في اللاين فينز، واحد شمال وواحد يمين. لما يحصل بروفريشن اوف ذا سيلز ان ذا كرينيال بورشن انفيدد، يعني تغزو انفيدد ذا في اللاين فينز، تقوم لما اخترقت او انفيدنج في الفين، فالفين نفسها عملت ايه؟ الهيباتيك ساينوسوم. يبقى لما اقول لك الهيباتيك سينوسوت جايه منين؟ من الفيتلاين في. او احط لك صح وغلط،
اقول لك قال هي السينوسويد ديفلوبد فروم ذا فيترلاين فينس، صح ولا غلط؟ صح، السينوسويد هيباتيك سينوسويد من الفيترلاين فين. طب الهيباتوبلاست خليه بتاع الكب من الكرينيال بورشن اوف ذا هيباتيك بريموردا والهيباتيك دايفرتيكول. امال الكودال بارت ايه؟ كودال بارت بقى احنا قلنا ده كان الاول هيباتيك دايفرتيكولم متقسم كرينيال بورشن كودال بورشن. الكرينيال ادى الهيباتوسايد والفيترلاين ادى السينوسويد، الكودال بارت هيدي جول بلادر خد بالك والسيستك ضغط والضغط الكومن بايل ضغط. يبقى الكودال بارت ده هيدي جول بلادر، يبقى الجول بلادر طلع منين؟ من الكودال بورشن اوف هيباتيك دايفرتيكولم. طب الحيوانات اللي ما فيهاش زي الهورس والبيجون والكامل ما فيهمش مرارة، المرارة يبقى الكودال بورشن مش مش حصلوش ديفرنشيشن، حصل له اتروفايز واختفي وانتهى الموضوع على كده. ده موجز الليفر بايه سريعا كده. ديفلوبمنت اوف ذا بنكرياس، خد بالك بقى البنكرياس دي ايه؟ البنكرياس هيبقى دي اتنين بريمورديا. ايه الاتنين بريمورديا؟ من الفلور اوف ذا فورجر بهايند ذا هيباتيك دايفرتيكولم هيطلع فينترال بنكرياتيك بريمورديا الاحمر ده اهو من الانجل ده من الفلور، وقصاد الهيباتيك دايفرتيكولم من الدورسال بوردر هيطلع دورسال بنكرياتيك بريمورديا. يعني في واحده فينترال وواحده دورسال. اللارج الاثنين اللي هي اللي طلعت من الفنترال وول واللي طلعت من الدورسال دي روتيشن اوف ذا سومك دي فنترال هيباتيك بريموردي اهي بكم اوبوزيت تو الدورسال بنكرياتيك بريمورد. لما الاستومك حصل لها روتيشن فخدت الفنترال بنكرياتيك بريموردي دورسال، بقت لازقه في مين؟ في الدورسال بنكرياتيك بريمورد. وبعدين الدورسال بنكرياتيك بريمورد والفنترال هون دي خليه وان لير اوف سيلز يحصل لها بروفريشن وتعمل الايه في الاثنين الاسيناي والداكس بتاع الداكس بتاع الاسيناي وتدي الايه الاكسكريتور بارت بتاع مين؟ بتاع سام سيلز ماجريتد فروم الاسناي والدك وتعمل اللي احنا بنسميها الايلاند اوف لانجر هانز بتاع الانسولين والكلام. يقوم يظهر دك اهي في الدورسال بارت بتاع الدورسال بنكرياتيك بريمورد اهي دك ودك في الفنترال. الدك اللي فوق دي بنسميها دورسال بنكرياتيك دك، او الراجل اللي عملها اسمه سانتوريني فراح مسميها على اسمه داكت اوف سانتورين. والفنترال داكت دي الفنترال ده هي بنسميها فنترال بنكرياتيك داكت، او الراجل الالماني كان اسمه فيرسون الدبليو دي في فيرسون فنترال بنكرياتيك داكت او داكت اوف فيرسون. والاثنين كونكتد بانستموزيس برانش اللي هو الاخضر اللي هو ماسك الاثنين ببعض. طب هنمشي ايه بقى الوضع بقى بالظبط في الحيوانات؟ خد بالك الهرس والدب هيفضلوا الاثنين مع بعض، دورسال اللي هو دورسال بنكرياتيك داكت او بتاع سانتوريني هتفتح في الديوتك، والفنترال بنكرياتيك داكت او بتاع فيرسونج هتخش وتتحد مع البايل داكت وتعمل داكتس كوليتيكس او كومن بايل داكت هتفتح في الديوتك. يبقى الدورسال موجوده والفنترال موجوده. في الشيب والمان الدورسال بارت او البروكسيمال بارت ده هوت هيختفي، والدورسال بنكرياتيك لوب او بارت هيصب تحت في الفنترال بنكرياتيك داكت وبعدين تروح تتحد مع البايل داكت. لا 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 لا، يعني ما فيش دورسال ما فيش سنتورين، في واحده بس اللي هي الداكت اوف فيرسونج او فنترال بنكرياتيك داكت. يعني ده الفنترال بنكرياتيك داكت مش تصب في الديوتينا مباشره، هتتحد مع الكومن بايل داكت عشان تصب في الديوتينا.
ده دي بتبقى مشكلة، مثلا حصوة ولا حاجة في الضغط دي بتقفل كله، البنكرياس والليفر لأن بتفتح مع الليفر. ده الوضع ده في الشيب والمال. في البيج والأوكس حصل العكس، ده الفنترال بنكرياتيك داكت البروكسيمالت بتاعها ده هو ديس أبير، وتبقى الفنترال والدورسال مع بعض يصبوا في الدورسال بنكرياتيك داكت او الداكت اوف سانتوريني. يبقى نيجي نقول ايه؟ داكت اوف سانتوريني ابسنت ان شيب اند ما، صح، ما فيش دورسال اصلا، ده في فنترال. وهو اعكس لك او حاجه هتجي لك، تجي لك نقطه في هذا الموضوع. طيب انا هنتكلم برضو، يبقى هنجمع لك بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها فيما يخص الجلاند اللي هي الاندوكراين جلاند. لما احنا في البيتوتري جلاند، البيتوتري جلاند لها جزئين، نيرفس بارت وجلاندولار بارت. النيرفس بارت قلنا هيطلع من ايه؟ من الانفانديبولم بتاع الفروم بتاع الداينسيفر اللي هو البارس نيرفوز. الجلاندر بارت من راس كسباوش. ايه راس كسباوش؟ راس كسباوش ده بيبقى اكستنشن من الدورسال وول بتاع الاستوموديوم او الروف، بيحصل اكستنشن كده ويعمل ايه؟ يعمل الجلاندر بارت بتاع يبقى الجلاندر بارت بتاع البيتوتري جلاند درايفد فروم راس كسباوش. عندنا الادرينال جلاند لها جزئين، كورتكس ومدلة. الكورتكس سبلانكنيك ميزوديل، والمدلة من النيورال كريست. من النيورال ايه؟ كريست. الثيرويد جلاند فلور اوف ذا فارينكس بتوين الفيرست، من الفلور بتاع الفارينكس بتوين ذا فيرست اند سكند باوش. قول صح ولا غلط؟ بالك. باراثيرويد dorsal part of the third and fourth pharyngeal bowels. Thymus ventral part of the third and fourth pharyngeal bowels.